يمكن تابعنا بأولى محطاتنا الصباحية لليوم سلمى كيف فينا نتعامل مع الطفل العنيد. اليوم موضوعنا عن كيفية التعامل يمكن مع الطفل ومعرفة شخصيته. صحيح. لأنه قديش بنعرف يمكن كثير من تفاصيل من شخصية الطفل بيسهل التعامل مع الأهل. كيف فيني أنا أضبط يمكن التوتر عند الطفل، كيف فيني أتعامل معه لما يمكن تسيبه حالة من البكاء فجأة. هون يمكن تفاصيل كثير بيكون الأم ما عم تقدر تعرفها أو تتعامل معه. صحيح نور، يمكن بالسنوات الطفل الأولى بيبدأ بيطرح أسئلة كتير، هاي الأسئلة بيكون محورها لمعرفة شو عم بيدور حواليه بالعالم، وعم يتعرف على العالم من خلال هاي الأسئلة وردود فعل المحيط له. وهي المرحلة بتعتبر كتير مهمة لأنه بتكون بداية نشأة الطفل ومعرفة طبعا المحيط سواء بالعائلة أو بالعالم الخارجي، لنتعرف أكثر على طريقة التعامل مع الطفل بسنواته الأولى وكيفية إدارة الحوار بين الأهل وبين الأطفال. كل هالمعلومات رح تعرفنا عليها طبعا ضيفتنا بالاستوديو الاختصاصية الأستاذة سلام قاسم، اللي رح تعرفنا أكثر على كيفية التعامل مع الطفل بطريقة سليمة. صباح الخير أستاذ سلام. صباح الورد، يا هلا. صباحكم. يمكن كثير من الأهالي عم يتابعونا اليوم وبنعرف قديش الطفل يمكن بيسأل، وكثير من الأسئلة والاستفسارات بتدور عند الطفل. بس خلينا نحكي إمتى بتبلش الأسئلة عند الطفل، يعني أول سن لما نحكي عن سنوات مبكرة بالسنتين أو ثلاث سنين، وكيفية التعامل معها بشكل صحيح عند الأهل؟ بالحقيقة هذا الموضوع كتير مهم، لأنه هو موضوع شائك كتير بالنسبة لكتير من الأمهات، وطريقة التعامل مع أسئلة الأطفال بعمر مبكر وخصوصي الأسئلة الحرجة. هلأ مراحل نمو الإنسان ببلش منذ الولادة. أول مرحلة بتكون هي المرحلة اللي نسميها الحضانة أو الرضاعة، هي بتكون منذ الولادة لحتى عمر 3 سنوات. من 3 سنوات لعمر 6 سنوات هي مرحلة الطفولة المبكرة، من 6 سنوات لل 11 سنة أو 12 هي مرحلة الطفولة المتأخرة. بالحقيقة خلال هاي المراحل بيمر كتير تغييرات عند الطفل، ولكن بالنسبة للأسئلة الحرجة هي بتتم من عمر 3 سنوات، لأنه بهاي المرحلة ما بين 2.5 سنين و3 سنوات ببلش الطفل بده يعرف الأشياء اللي حواليه، بده يعرف المفاهيم، بده يعرف كتير شغلات، فبيبلش بهاي العمر. فأول ما بيكون هو نحن طرح السؤال بيكون ما هذا، بعدين بتتطور المرحلة العمرية عنده بصير ليش أو كيف هذا، ومن ثم ليش هيك. يعني مثلا أنه نحن من بيقول ما هذا، مثلا بيشوف سيارة مثلا بده يعرف شو هاي اللي ماشية بالطريق، فبيقول بالعمر الأصغر اللي هو من 3 سنوات ببلش بيقول أنه شو هاي. فهون الأهل بيقولوا له هاي سيارة، بيقولوا لهم يعني كيف سيارة مثلا، ما بتطور المرحلة أنه شو يعني سيارة. سيارة بتمشي، تمشي على دواليب، مكوناتها كذا كذا. بردوا بعدين برد المرحلة اللي بعد بتتطور إنه ليش هاي السيارة انوجدت، إنه هاي السيارة لحتى تنقل الناس، تنقل بضائع إلى آخره. فهون بتكون عنده المفهوم، فهي بتبلش هي كنوع من البداية، لأنه بتكون هي حتى إنه أسئلة الطفل هي ما بتكون بشكل يعني إنه نوع واحد، لا، هي بتكون أحياناً لحب المعرفة والاستطلاع، أحياناً بتكون قلق وخوف، أحياناً بتكون تقليد للكبار، وأحيانا ممكن تكون لما نحن بنسميها إنه أسئلة منتصف الليل، لما الولد بيكون مو جاي على باله ينام، ما في سبب، بس هيك بده يزعج أهله ويضل فايق. فهون الأهل بدهم ينتبهوا هن سؤال الولد ليش، فكتير مهم إنهم يعرفوا طبيعة السؤال، أهمية السؤال، وليش عم يطرحه، ومن ثم كيف طريقة الإجابة على هذا السؤال. نعم. طب هون أستاذ سلام، يعني أنت عم تحكي عن نقطة كتير مهمة، اللي هي أنه في 3 أنواع من الأمور لازم ياخذها الأهل بعين الحسبان، اللي هي ليش عم يطرح السؤال، نوعية السؤال، وشو ممكن يكون الجواب. خلينا نقول أنه في دائما أجوبة الأهل تعودوا عليها أو ربيوا عليها وشافوا أهليهم كيف بيردوا على هذا السؤال كنوع من أنواع، خليني أقول العادة، خلص نحن هيك تعودنا نسأل وفي أسئلة ما إلى أجوبة، أو بيكون الجواب بس تكبر شوي بتعرف ليش هيك. خلينا نحكي عن نوعية هاي الإجابات، هل هي صحيحة؟ أكيد هي ما أنا صحيحة أبداً، وهي بالعكس مؤذية جداً، كأنه أنت عم تقولي له للولد لا تتعلم وما بصير تعرف وخليك هيك، يعني بتحددي له مفاهيمه ومداركه. هلأ الولد لما ببلش يسأل، هي أنه هو بلش عنده المفاهيم بدها تتكون، بلش عنده الإدراك، بلش عنده
الوعي بلش عنده المهارات الحركية والنفسية والاجتماعية كله بلشت عنده، فأنت لما بتقولي له أنه لا تتعلم وقف لا تسأل أو بتتجاهلي، معناته أنت عم تقولي له خلص حدودك لهون وبس. يعني أنه معناته قضيتي عليه. وأنا بعرف أنه أكيد أنه كل أم أو كل أسرة بيكون هدفها أنه تنشئ طفل سوي قادر أنه يكون بالمجتمع يؤدي مهام معينة، مثلا قادر يكون واعي، يكون مسؤول، يتحمل مسؤولية. فهي المهام الأساسية اللي بتسعى لها كل أسرة. هلأ حتى الدراسات أثبتت أنه الأطفال اللي بيسألوا كتير هن الأطفال الأكثر نجاحا في الحياة، لانه هو يعني حتى نحن بالعوام بنقول دليل الذكاء، بس بالمقابل انه في كثير اسئله ممكن يطرحها الطفل هي بتكون اسئله حرجه. هلا لانه هذا بدي اسالك عنه، يعني طريقه التعامل مع الطفل من خلال بعض الاسئله اللي هي بتدل على دلالات معينه بشخصيته او موقف ممكن صار، كثير مهم اسئله الطفل نركز عليها وننتبه لها ونقدر نجاوب عليها. بس في اسئله حرجه اليوم طريقه التعامل معها، لانه في كثير من الاخطاء الشائعه بيوقعوا فيها الاهل مع اطفالهم من خلال مثل ما قلنا انه ما بصير نحكي بهي التفاصيل، بعدين بنقول لك ممكن حتى الاجابه تكون خاطئه، تشكل عنده تكوين معرفي غلط للطفل، كمان هي نقطه كثير مهمه. اكيد هالحكي هلا المفاهيم بالنسبه للاطفال هي مختلفه، الطفل ما بيفهم المفهوم المجرد، فاكثريه الاسئله الحرجه هي مفهوم مجرد، يعني مثلا بيسالك الطفل انه ما هو وجود الله مثلا، اين موجود وشو هو وماني شايفه مثلا، بيسال انه انا كيف خلقت، كيف جيت على الحياه، يعني ما عنده مثلا هالمفاهيم هذا ومفهوم مجرد، فصعب انه يوصل له بشكل كثير طبيعي وسهل. ولكن بالمقابل هو الطفل اللي بيفهم من الاشياء المحسوسه، يعني عن طريق حواسه الخمسه هي اللي بيفهمها. بس لما نحن بيطرح علينا مثلا انه سؤال هو من الاسئله يعني المحرجه، نحن كمان بدنا نعرف كيف نجاوبه، ما بصير نتجاهله ونقول له مثلا هذا مو شغلك او انا ما بعرف، حتى انه مجرد اقول انه انا ما بعرف واتجاهل وامشي كمان هذا غلط. كمان اني اتجاهل سؤاله او استخف بسؤاله او استهزأ فيه او انه اعتبر انه او مارس عليه نوع من انواع التعنيف سواء اللفظي او الجسدي او النفسي، فهذا كمان مدمر للطفل ومدمر لشخصيته بوقت واحد. كثير مهم لما انا بدي اتعامل معه بهي المرحله، ولما انه بيسال سؤال حرج انه جاوبه سؤال يكون بياخذ 3 محاور، بياخذ الوضوح والبساطه والصدق، يعني انا لازم جاوبه جواب صادق ما بدي كذب عليه. بيجي مثلا انا وياه لما بيسالني بيجي بجيب له مثلا بحكي له قصص، يعني بحكي له مثلا هلا لما بيحكي الطفل مثلا عن الموت، لما بيسالك مثلا انه مثلا مات حدا من اقاربه، يعني ابسط شيء مثلا انه مات حدا من اقاربه، مفهوم الموت مفهوم مجرد وصعب كثير. فانت هو بنجي مثلا بيقولوا له المقوله المتعارف عليها دائما انه والله مات طلع على السماء، كثير نحن بنسمعها بيقولوها، هي كثير غلط انه نحن نقولها لاولادنا، كثير غلط. انت هون شو بيفكر هو؟ والله انا رح اقوم اطلع على بنايه، اذا كان بحب امه توفت او حدا قريب كثير له، بيطلع على البنايه وبده يطلع على السما، بده يطلع عندها ويروح، بيفقد حياته وبيخسرها بهالطريقه. نحن بنقعد بنشرح له مثلا انه دائما لازم نعود الطفل انه مثلا الام او الاب انه بيروحوا وبيرجعوا، الاقارب بيروحوا وبيرجعوا. اما لما بتصير مثلا حاله وفاه بشكل مبسط، يعني مثلا مع الوقت بصير بيعرف انه هذا راح بس هلا ما بده يرجع، بده يتاخر شوي، بده يروح لمكان مثلا حلو، بده يروح على الجنه، بده يروح، ممكن نحن عن طريق مثلا قصص نقعد نعلم اطفالنا ونشرح لهم يعني كثير شغلات، نشرح لهم مآثر ايجابيه، نحسن نوصل لهم الفكره بطريقه مبسطه ولكن صحيحه. نحن ما نبعد من الجواب. ممكن لما انا مثلا سالني ابني سؤال مثلا وما بعرف جاوبه عليه، ممكن ببساطه اقول له مثلا ماما انا ما عندي جواب الصحيح 100% لحتى جاوبك، يا خلينا نحن انا وياك مع بعض مثلا نجي نقعد على اللابتوب نفتح نعمل سيرش لحتى نلاقي الجواب يلي صحيح. هون انت بتعلميه يبحث وبتعلميه بنفس الوقت يوصل للنتيجة الصحيحة. لأنه كتير غلط نحن نقمع أولادنا، كتير غلط ما نجاوبهم أو نعطيهم أي جواب غير صحيح. لابد من المنطقية في التعامل، بعد عن اللامنطق كتير، لازم نبعد دائما عن أنه تضخيم الأمور
ودائما نكون يعني صدر حنون لاولادنا، نحسن نستوعبهم بكل عباره ممكن يقولوها، بكل موقف او سلوك ممكن يتصرفوا. اكيد. طيب بما انه نحن عم نحكي عن بعض انواع الاجابات واللي هي كمان بتساهم بتشكيل شخصيه الطفل، ايضا بعض الاسئله اللي بيسالها الاطفال بتكون لها مدلولات على شخصيه هاي الاطفال. خلينا اذا بنقدر هيك نعطي مثل امثله للاهل اللي عم بيتابعونا، انه هي الاسئله عاديه، هي الاسئله مثلا لا غير عادية، انتبهوا من بعض هاي الأسئلة بتدل مثلا ممكن على مواقف مخفية تعرض لها الطفل أو شافها وهو عم يطرحها بطريقة سؤال. هلأ أي سؤال ممكن يطرحه الطفل فهو مباح له، مهما كانت أبعاده، مهما كانت شفافيته، فينا نقول لأنه نحن بالحقيقة يعني عم نتعامل مع كائن إنساني، ما أنا عم نتعامل مع حالة تربوية حرجة يعني أنه إنسان عنده شذوذ أو عنده مشكلة معينة أو كذا. لا، أنت عم تتعاملي مع إنسان سوي، صحيح هو طفل ولكن هو سوي ومن حقه يسأل مهما كان السؤال يلي ممكن يخطر لذهننا. ولكن في بعض الأطفال بيسألوا بعض الأسئلة هي نتيجة رؤية، يعني شافوا شيء معين ضمن الأسرة، مثلا أنه علاقة الأب مع الأم مثلا أو شيء واضح زيادة عن اللزوم، يعني ما انتبهوا الأهل للموضوع، ممكن يسأل الطفل. فحتى لما بيسأل هذا السؤال يلي كتير حرج، نحن بدنا نكون كتير دقيقين بالإجابة، بدنا نكون دقيقين لأنه هو ما بينم مثلا أنه الطفل عنده أي شيء مثلا سيء، أي شيء مثلا أنه أفكار أو أوهام مثلا، لا هي ما أنا موجودة عنده، هو شاف شيء معين وعم يسأل عليه وهذا شيء طبيعي. نحن كتير مهم لأنه ننمي الخيال عن ابننا، يعني فشلون بتنمي أنت أنه بتشرحي له، بتعطيه قصص، بتحكي له أنه ليش هالشيء صار مثلا، ولكن بطريق مبسط بناسب عمره. يعني نحن ما منضخم الحديث، ما منضخم الكلمات العبارات اللي ما بتتناسب مع عمره، خليها عبارات بسيطة مثل اللي بتجي بأفلام كرتون مثلا، اللي بتجي بالقصص الأطفال. دائما نحن منحاول دائما اللي يكون الجذب، الأهل بده يكون عندهم قوة جذب لطفلهم، يعني بيحاولوا يجذبوه لإلهم وبيكونوا صادقين معهم، لأنه إذا ما جاوبوا الجواب الصحيح فهذا كتير خطر، يعني كتير خطر على الطفل، لأنه ليش؟ رح يعمل فجوة ما بين الآباء والأبناء، هي أول شيء. ثاني شيء رح يفقدوا المصداقية، وثالث شيء واللي هي الأهم رح تروح الثقة ما بين الأبناء والآباء، فهون رح يدوروا على حدا تاني يثقوا فيه وياخذوا المعلومة. فهذا الحدا التاني ممكن يعطيهم المعلومة الخطأ، فالطفل ممكن هون يؤديه نحن بالمستقبل انه نحرفه لهالطفل، ممكن ياخده مثلا يرجيه شغلات ويأذيه مثلا، ممكن يتصرف معه تصرف غلط، ممكن يعطيه المعلومه بطريقه غير صحيحه، ممكن يعطيه مثلا يؤدي فيه للرعب، يؤدي فيه للخوف، يؤدي فيه لكثير شغلات، تصير عنده تخيلات نحن ما بدنا اياها، بدنا نحن ننمي عنده حس الخيال، ولكن حس الخيال الصحيح يلي بيؤدي انه يكون انسان متوازن. مثل ما قلت نحن عم نتعامل بالاساس مع كيان انساني وليس مع حاله تربويه حرجه. حتى بالنسبة لشخصية الأطفال، هلأ بالنسبة للأسئلة، عادة الطفل الخجول بيكون أبعد ما يكون أنه يسأل، فنحن كمان لازم ننمي عنده هذا السؤال، أنه أنا لازم خليه يسأل. كيف بدي خليه يسأل؟ بجيبه لعندي كمان، بقعد أنا بقول له مثلا، أنا بحاول أخذ منه المعلومة، مثلا الكاسة موجودة، شو هي؟ تعرف ماما شو هي مثلا؟ أنا بجي بدل ما هو يطرح لي ما هذا، لأنه أول شيء بيطرح الطفل ما هذا يعني شو هي، أنا بجي هون هذا السؤال بطرحه لما بشوف عنده هذا جانب الخجل يلي ما نو قادر هو يعبر عن الشيء اللي شافه، وما نو قادر نتيجة شيء معين عنده. منه أنا كمان هون بعالج أكثر من شغلة عند ابني، منه بنمي عنده الحس الإدراكي، منه بعالج الخجل، منه بتصير شخصيته أقوى. فهذا كتير مهم نحن لنتعامل. حتى بالنسبة مثلا للشخصية، أو إذا قلنا الطفل إنه الكذاب أو غيره، اللي كتير ممكن بيطرحوا علينا هذا السؤال، إنه ممكن يكون عم يسأل سؤال وبده يكذب وبده هيك، لا، هلا الطفل هو ما بيكذب. هلا الطفل لما بيكذب بيكذب من دافع الخوف، لما بنخوفه، لما بنرعبه، لما هيك بيكذب. اما طفل طبيعي كائن انساني سوي هو ما بيكذب ابدا، بيكون عم يسالك لانه من حب المعرفه والاستطلاع، فاعطيه المعلومه، اعطيه المعلومه لحتى يوصل لنتيجه ويكون ابنك مثل ما بدك. طيب خلينا نحكي عن الاجابات قديش بتاثر. مثلا كثير من الاطفال مثل ما قلنا بيسالوا بشكل مستمر، وكل ما بيكبر الطفل يمكن بتزيد اسئلته واستفساراته. الإجابة الصحيحة مثل ما قلتي والمبسطة والصادقة قديش بتأثر على تكوينه المعرفي للطفل؟ لأنه في أخطاء شائعة بيوقعوا فيها الأهل، تلاقي على كبر بعض التفاصيل صارت عندهم تكوينية من خلال الأهل والوسط والمجتمع اللي قاعد فيه. الإجابة بتأثر بشكل كتير كبير على تكوينه المعرفي للطفل. من أكثر الأخطاء الشائعة اللي بيرتكبوها الأهل بالتعامل مع أبنائهم هن تجاهل سؤاله.
ومن ثم او اجابه غير صحيحه، يعني أو حتى إجابي غير يكون مخزون المعرفه كمان خاطئ. يعني تماما. هلا الاجابه الغير الصحيحه هي كثير مؤذيه، يعني يفضل الاهل مثل ما ذكرت انا بالبدايه لما ما بيعرفوا الجواب يقولوا له ما بنعرف نحن. مو غلط انه يقولوا ما بنعرف للطفل، بس تعا انا وياك ندور على الجواب الصحيح. فهذا كمان كثير مؤذي للاطفال، اضافه انه ممكن انت تاذي الطفل لما بتكونوا الاهل مثلا منشغلين او في حديث او في حوار داير ضمن الاسره، بيجي هالولد بيتدخل بيطرح سؤال، يعني مثلا بيجوا الاهل بيقولوا له سكوت انت مالك علاقه، هلا انت صغير مو هذا مو شغلك، مالك علاقه فيه. كمان هذا من الاخطاء اللي كثير شائعه وبيرتكبوها الاهل، لانه هذا انت هون كمان عم تاثري عليه وعم تاثري على شخصيته، عم تكوني شخصيه ضعيفه مو شخصيه قويه. لما انا دائما بقول لابني انه انت مالك علاقه سكوت، انت بعد، اذا كنت انا مشغوله مثلا بالمطبخ او بغيره وكذا وسال الولد سؤال بعد هلا مو وقتك، كمان ما بصير اقول هيك. بس احيانا كمان بدنا نعذر نحن الاهل، بجوز يا اخي الاهل انه يكونوا بالفعل هن جديا هن مشغولين في شيء كثير مهم، هلا مو الوقت انا يلي اقعد اترك شغلي اقعد حط هالولد اقعد احكي، مشان نكون منطقيين. كمان هون في اسلوب لحتى انا الولد لما بيجي بيسالني مثلا سالني وبالمطبخ بقول له معلش ماما اقعد هلا خليك هلا انا دقائق وبجاوبك، او بحدد له وقت انا هلا كثير مشغوله ماني حسناني. دائما الوضوح، الوضوح كثير مهم والصراحه، يعني ما نلف وندور، انا هلا كثير مشغوله، انا هلا جاييني ضيوف وبدنا نقعد انا وياك معهم وهلا بدنا نحكي حديث كثير حلو. ممكن هذا سؤالك اللي انت طرحته هلا انا ما عندي فكره او ما عندي الاجابه الصحيحه له، بس ممكن هلا نحن بس يروحوا لضيوف بقعد انا وياك مع بعض وبنقعد بنحكي قصه، في قصة عندي إياها أنا عن هالموضوع هذا، بنقعد بنفتحها مع بعض وبنحكيها قبل ما تنام أنت وبيوصلك الجواب اللي بدك إياه. بهالطريقة أنت بتكوني فهمتي أنه هو يحترم، كمان أنه يحترم الوقت، أنه مو كل هذا الوقت النهار الـ 24 ساعة أنت فاضية بس لإله. وبنفس الوقت كمان عرف أنه أنت ما تجاهلتي سؤاله ولا عنفتي وعملتي بكل احترام لأنه رح يكون محترم، وبالمقابل هو رح تكوني صادقة معه، أنت كتير التزمي نلتزم بالصدق أنه أنا وعدته، وعدته قبل ما ينام أني أنا بدي أشرح له الشيء اللي سأل عليه، بدي وصله للفكرة للمفهوم، وضح له الشيء اللي عم ينتاب لذاكرته يعني. فهون كمان بنكون نحن أنه أنت تعلم أنه يثق فيكي، تعلم المصداقية أنه حتى هو ما يكذب بالمستقبل. شلون الولد بيتعلم أنه يكون يكذب أو يتحايل على كتير مواقف؟ نتيجة القدوة اللي قدامه اللي موجودين اللي أهل لما بيشوفوا كيف، لما بيشوف أهله كيف تعاملوا معه، كيف بعدوه، كيف ما جاوبوا، أو كيف تحايلوا وجاوبوا جواب غير صادق، فهو رح يعمل نفس الشيء، رح يصير يبعد عن الناس انه يلف ويدور ويكذب عليهم. حتى بصير بيكذب اول شيء على اهله، بعدين على مدرسته، على جيرانه، على قرايبينه، على المجتمع اللي حواليه. هي الدائره بتكبر، نحن يعني منبلش من الصغير وبتكبر بكل شيء سواء بالجيد او بالسيء. فهي الملاحظات كثير مهمه، وهي الاخطاء لما نحن بننتبه لها اكيد رح نتداركها يعني، ورح ننشئ كيان انساني سوي. نعم أستاذ السلام، أيضا مريتي هيك مرور الكرام على نقطة العمر وأنه كل مرحلة عمرية إلى نوع معين من الأسئلة، وهي الأسئلة بيتم الإجابة عليها بشكل معين يتناسب مع المستوى الفكري والنضج اللي بيكون وصل له الطفل. خلينا بس نمر هيك ولو سريعا بما تبقى عنا من الوقت عن أهم الأفكار اللي لازم يتم التعامل معها مع الأطفال حول أسئلتهم بأعمار معينة. لأيمت أنا لازم ضل جاوب بطريقة معينة ولأيمت لا، لازم حتى طريقة إجابتي تختلف مع هاي الأطفال. أي مرحلة عمرية ممكن الطفل يسأل فيها سؤال أنا لازم جاوبه، ولازم يكون السؤال واضح وصادق وبناسب عمره، ما نضخم كتير. بالمرحلة الطفولة المبكرة بين 3 سنوات ل6 سنوات بتكون الأسئلة يعني بداية التكوين، وأكتريتها عم بتكون هي لأنه لحتى نعرف ولحب الاستطلاع والمعرفة ولحتى يتم عنده يعني التكوين الجسدي والإدراكي وكل شيء. لازم الأهل هون ما يزعلوا أبدا، بالعكس لازم يفرحوا لأنه هذا دليل على الوعي. يعني بس الأهل هون بيكونوا مثلا نوعا ما عم ما يقدروا يتعاملوا مع طفلهم او ملبكين نوعا ما، ما عارفانين كيف يجاوبوا، لانه يختلف الطفل لما يكون عمره 3 سنوات أكيد. بيسال انه مثلا ليش انا انثى او ذكر، شو الاختلاف مثلا، ممكن يسال عن اعضاء جسمه. هذا بين طبيعي. طفل عمره 6 سنوات مثلا او 7 سنوات نحن عم نحكي عن وعي وادراك مختلف، هون كيف بيتم التعامل مع هذا الطفل؟ بالمفهوم المبسط نفس الاجابه انا بدي جاوب على نفس العمر، يعني 3 سنين بس بتكون بس مبسطه.
من ثلاث سنين للست سنوات هي مرحلة الطفولة المبكرة. بتجاوبي بمرحلة مبسطة قريبة، لأنه بعد الست سنوات هو رح يدخل المدرسة. فيك توسعي كمان، رح يدخل المدرسة رح يكون في مشاركة بطريقة أبسط. من طبعا بالعمر الصغير أكيد بطريقة بسيطة جدا لازم تكون، لأنه أنت ما فيك تعطيه مفهوم كتير كبير لأنه ما بيناسب عمره، لأنه هو مثل ما ذكرنا نحن كيان إنساني سوي. فأنت بدك تتعاملي معه على أساس مرحلته العمرية. أنا بعطيه المفهوم عن طريق وصل له إياه، عن طريق القصص، عن طريق الألعاب، عن طريق النت، عن طريق أي شيء حواليه مثلا ممكن يعطيه فكرة. ما بعطيه المفهوم مجرد، لأنه بالنسبة له هذا المفهوم المجرد ما ممكن يستوعبه، لأنه هو بيستوعب مثل ما قلت أنا عن طريق حواسه الخمسة. فنحن بهالمرحلة العمرية هي بنشتغل على الحواس الخمسة، يعني بنشتغل على رؤية، على سمع، على لمس، على هالقصص هي لازم يشوف ويعرف ويحس. أما المفاهيم المجردة هي بتبلشي أنت فيها بعد مرحلة الطفولة المبكرة، بتوسعي له إياها المفهوم. نحن بنحكي بقصص، بنحكي لأنه ما بيدرك مفهوم الزمان، ما بيدرك الأمور اللي ما شايفها قدام عينه. يعني مثلا لما قلنا نحن مفهوم مجرد، أنه نحن ما بنشوفه بالعين المجردة. مثلا نحن مثلا الموت لما بيسأل عليه مجهول، لما بيسأل أنه أنا مثلا عن شغلات، أنه ليش خلقت أنثى وما خلقت ذكر، ولا هالمفاهيم هي أو كيف طريقة الولادة تمت كمان. أنا ممكن أشرح الولادة كيف بتتم بمفاهيم بسيطة، ممكن جيب أنا مراحل مثلا للكائنات الحية، مثلا سواء النبات أو الحيوان، كيف مرحلة نشوء مثلا، كيف النبتة بتنمو، كيف الحيوان بيخلق. بجيب مثلا القطة بجيب له مفهوم عنها مثلا، انه هاي القطة هيك بتخلق بهالطريقة. فبتبلش بمفاهيم بسيطة. لما بصير بعد العمر الست سنوات بتبلش عندك الأمور تتضح أكثر، لأنه بلش الوعي عنده والإدراك أكثر، بلش حدا يساعدك أنت كمان، بلشت المدرسة اللي هي تعطيه معلومات، بلش احتكاكه بالمجتمع مع الأطفال بالمدرسة، مع الجيران، مع غيره، كمان بياخذ معلومات من كل جهة، بياخذ معلومات. هون بقى بصير نحن انه بنعطيه المعلومة الصحيحة، هي من البداية بنعطيها، ولكن لما بياخذ كم من المعلومات نحن بنوجهه للطريق الصحيح، انه في معلومات خاطئة انت عم توصلك وفي معلومات صحية هيك. لما بيدخل مرحلة اليافع، لما قلنا نحن انه كمان لل 12 سنة، يعني نحن بدنا ندخل بمرحلة صارت انضج، هون كمان نحن رح يبلش انه كتير شغلات يطلع عليها، وخصوصي هلا النت والعالم المفتوح. يعني كمان هون انا لازم انا اللي يكون اول ما ياخذ مني المعلومة مهما كانت حرجة، مهما سأل بأي أمور ولو كانت أمور جنسية، الجواب لازم يكون عند الأهل قبل ما ينطلق لبرا ويأخذ المعلومة الخاطئة من رفقاته. هيك نحن بنكون وجهنا الطفل على الخط الصحيح والخط المستقيم ليصل لنتيجة صح، وهو بناء الإنسان السوي. أكيد يمكن معلومات عديدة، يمكن استفسارات كتير بتخطر على بال الأهالي، حاولنا نتطرق إلى في كيفية التعامل مع الطفل وأسئلته. بدنا نشكرك أستاذة سلام قاسم على وجودك معنا، شكرا كتير. شكرا لكم، وشكرا لكل اللي عم يشاهدونا، وإن شاء الله يا رب هيك دائما تكون الأسئلة جيدة والإجابة أفضل كمان، ويكون الإنسان السوي اللي بدنا إياه كلياته اللي يخدم البلد. وشكرا للجميع.